ما يخص الوضع الوبائي في البلدية، والحمد لله يعني وضع مستقر إلى حد ما، بالرغم من وجود أن بعض حالات إيجابية وفي بعض حالات الاشتباه، وفي عندنا حالتين وفاة. طبعا إجمالي الحالات أنها كانت 15 حالة، للأسف إن شاء الله ربي يتغمدهم بالرحمة، في حالتين وفاة، وفيه حالتين تماثلا للشفاء، وفيه 13 حالة حاليا تلقوا في العلاج وقاعدين في الحجر المنزلي، والحمد لله يتبعوا الإجراءات ويتبعوا النصائح، احنا نتابعوا فيهم يوميا، وإن شاء الله خير. احنا نطلب بس من الناس أنهم ياخذوا الإجراءات الاحترازية هذين بعين الاعتبار، بحيث أنه يقللوا من الاجتماع ويقللوا من الازدحام في الأماكن العامة، وخاصة توا يعني في حالات هالوفيات وهالمناسبات الأفراح هذين، يا ريت أن كان يلتزموا ويلغوه. نحن عارفين أن مجتمعنا يعني مجتمع اجتماعي، يحب الاجتماع ويحب يواسي الحزين ويفرح مع الفرحان، فيا ريت أن تكون التعزية عن طريق الهاتف أو عن طريق التواصل الاجتماعي، ويا ريت تكون التهنئة كذلك، لأن الوضع جد خطير، وأن أي شخص يتعامل بالتواصل الاجتماعي والله بالهاتف هذا دليل على وعيه ودليل على وطنيته ودليل على حرصه على هذا المجتمع في هذه المرحلة الحرجة. نحن قاعدين في مرحلة حرجة.